جميعنا نعرف في عصرنا هذا المشترين أصبحوا أكثر ذكاءً مما هو كان في السابق، وتوقعاتهم من التجار هي توقعات كبيرة، ومع ظهور مجال التجارة الإلكترونية التوقعات زادت أكثر وأكثر. مجال التجارة الإلكترونية غير بشكل كامل عالم المبيعات العالمي. إذا المشتري في السابق كان صبورا بخصوص الرد على رسائله أو أوقات الشحن، فالوضع اليوم مختلف تماما. نحن نعيش في عصر التطور والسرعة. المشترين اليوم لا يوجد لديهم الصبر ولا يتحملوا أي تجربة سيئة تحصل معهم، إما من ناحية خدمة الزبائن أو من ناحية التأخر في وصول المنتج إليهم. ومهمتنا كتجار هي جعل المشترين أن يشتري منا وليس من منافسينا. لقد أجريت عدة أبحاث بخصوص تصرفات المشترين في الإنترنت، والنتائج تبين أن تقريبا 70% من المشترين في الإنترنت يشتروا مرة واحدة في الشهر على الأقل، و30% الآخرين يشترون مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. فماذا بالفعل يتوقع المشتري منا التجار، وما الذي يؤثر عليه أكثر شيء للشراء منا وليس من منافسينا؟ لقد اطلعت على عدد كبير من الأبحاث والدراسات بخصوص تصرفات المستهلك في الإنترنت، ولاحظت 3 عوامل تتكرر دائما بجميع هذه الأبحاث. في السابق المشتري كان يعير انتباهه أكثر لمبلغ المنتج، ولكن مع الوقت ومع التطورات التي تحصل حولنا، المشترين بدأت تهتم بعوامل أخرى. هذه هي العوامل التي رأيت أنها تتكرر دائما. العامل الأول هو الشحن المجاني. المشترين لا يحبون دفع مبلغ إضافي، وخصوصا عندما يتعلق بالشحن. لذلك مفضل تعريف بند الشحن مجاني وإضافة مبلغ الشحن مع مبلغ المنتج. العامل الثاني شحن الرزم مع رقم تتبع. المشترين يريدون مراقبة ومعرفة أين منتجهم، لذلك مهم جدا أن تكتبوا في الوصف أن المنتج سيشحن مع رقم تتبع وأن توضحوا ذلك للمشتري. العامل الثالث سياسة إرجاع واضحة ومطابقة لقوانين إيباي أو أي موقع تجارة إلكترونية تعملون به. مهم جدا أن تكون سياسة إرجاع واضحة، هذا سيعطي للمشتري الثقة والأمان الشراء منك. وأخيرا دائما تذكر هذه الجملة لكي تنجح في مجالك. من المهم أن تعرف ماذا سيستفيد المشتري من منتجك وليس كم ستربح منه. هذه هي نتائج استطلاع لشركة إيباي سيرفيس عملته على 4500 شخص يشتري بشكل ثابت على الإنترنت. انتبهوا للنتائج وما هي توقعاتهم من التجار ومواقع البيع العالمية. للتلخيص نستنتج من المعطيات عدة أشياء. أولا أنه يجب علينا خلق تجربة تسوق مميزة عند المشترين لنتغلب على منافسينا. ثانيا مبلغ المنتج هو ليس العامل الحاسم والمهم في البيع. وثالثا أبرزوا سياسة عملكم على الموقع في صفحات مبيعاتكم. جربوا هذه العوامل خلال عملكم في مجال التجارة الإلكترونية، وأنا متأكد ستلاحظوا تغييرات إيجابية بمبيعاتكم. وأخيرا لا تنسى الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة آخر الأخبار في مجال التجارة الإلكترونية، ولا تنسى الضغط لايك إذا أحببت الفيديو. سأراكم في فيديو آخر.